صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا احمد، واكيد برحب بيك يا فارس، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومن هنا طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم، وبالتحديد من يعني الممر امام الخيمه الانتخابيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني هكون معاكم ان شاء الله النهارده على مدار اليوم في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا عشان انقل لكم كل الكواليس هنا واخر استعدادات النادي الاهلي واداره النادي الاهلي لخوض الانتخابات النهارده ان شاء الله، انتخابات النادي الاهلي والجمعيه العموميه لاختيار مجلس اداره النادي الاهلي الجديد للدوره او للفتره من 2021 ل 2025. طبعا في البدايه يا احمد وفي البدايه يا فارس، يعني خليني اقول لكم واقول لكل يعني اعضاء الجمعيه العموميه ولكل اعضاء النادي الاهلي انه يعني بدات الاعضاء تتوافد بالفعل على مقر النادي الاهلي بالجزيره يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن كانت كل الاعضاء متواجده يعني بكثافه هنا في النادي من الساعه 6 الصبح، كمان يعني جميع المرشحين كانوا كمان متواجدين هنا يعني حوالي الساعه 7:30 صباحا، يعني كانوا كلهم متواجدين هنا قبل الانتخابات يعني بساعتين او قبل يعني بدء عمليه التصويت بساعتين. كمان يعني خليني اكلمكم شويه عن دور الاداره التنفيذيه، طبعا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والاداره الخدمات، معاهم طبعا الاستاذ محمد الالفي مدير يعني الخدمات في جميع فروع النادي الاهلي، سواء يعني فرع او مقر النادي الاهلي بالجزيره وفرع الشيخ زايد ومدينه نصر، كمان يعني جميع افراد الامن معاهم يعني سياده العميد علاء صلاح، يعني كلهم يعني عاملين مجهود كبير جدا داخل مقر النادي، مش النهارده بس يعني يمكن على مدار الايام الماضيه مجهود كبير جدا، يعني طبعا يوفروا يعني تنظيم يعني كبير وتنظيم يعني يليق باعضاء النادي الاهلي وبالنادي الاهلي. يمكن يعني الاستعدادات دي كلها بداوا فيها من حوالي اسبوعين او يعني من الاسبوع ده، كمان النهارده كانوا متواجدين من بدري يعني من الساعه 5 الفجر او من الساعه 6 الصبح عشان يقدروا يوفروا يعني جميع الخدمات الجيده لكل اعضاء النادي الاهلي. كمان يعني ركزوا على حته مهمه جدا وهي توفير مساحه كفايه يعني لكل اعضاء النادي الاهلي، يمكن دي كانت اكتر حاجه يعني بيشتكوا منها جميع اعضاء النادي الاهلي والجمعيه العموميه في الانتخابات الماضيه او في يعني في الجمعيه العموميه الماضيه الانتخابات يعني او الدوره الماضيه، كانوا بيشتكوا يعني من انه الكثافه كانت يعني او العدد كان كبير وكانت المساحه يعني بسيطه او كانت المساحه يعني ما كانش في مكان، المكان كان ضيق شويه، ركزوا عليها جدا اداره النادي الانتخابات دي انه يوفروا يعني مساحه كبيره. يمكن كمان هدم المدرج القديم لملعب مختار التتش ساعد يعني اداره النادي على ان هم يوفروا مكان كفايه لكل اعضاء النادي الاهلي، فطبعا بقول لهم يعني اللي حابب ان هو ينزل طبعا يعني دلوقتي ينزل او ينزل يعني طبعا على مدار اليوم طبعا عشان يشارك في مستقبل نادي ينزل ما فيش اي مشكله، المساحه يعني جيده والتنظيم طبعا على اكمل وجه. كمان خليني يعني اقول لك يا احمد واقول لك يا فارس واقول لكل اعضاء الجمعيه العموميه على الارشادات والتعليمات للانتخابات اليوم، يمكن النهارده ان شاء الله يعني الانتخابات هتبتدي من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 7 مساء، يمكن بدات يعني من حوالي 10 دقائق عمليه التصويت طبعا لاختيار مجلس اداره جديد للنادي الاهلي للفتره 2021 ل 2025. كمان هيكون في لجان ارشاديه على كل بوابات النادي الاهلي سواء بوابه المعلمين بوابه الرئيسيه او كمان يعني بوابه الاوبرا امام يعني الاوبرا او بوابه الصاله المغطاه، في لجان ارشاديه موجوده بره وجوه البوابه، كمان يعني في افراد الامن يعني حريصين جدا على تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه ان الكل يعني يكون داخل ومعاه كمامه طبعا عشان جوه في الخيمة الانتخابية يكونوا لابسين الكمامة يحافظوا على نفسهم. يعني كمان اللجان الارشاديه دي هتكون موجوده عشان تساعد يعني جميع الاعضاء وبالذات كبار السن ان هم يدخلوا ويعني يشاركوا بصوتهم جوه في الخيمه الانتخابيه. يعني كمان في يعني حاجه لازم يعني انبه عليها اعضاء الجمعيه العموميه ان الكل لازم يكون معاه البطاقه الشخصيه او الكارنيه العضويه، يعني الاثنين لازم يكونوا معاهم عشان يقدروا ان هم النهارده يشاركوا ان شاء الله بصوتهم في الانتخابات. كمان يعني في نقطه مهمه جدا يا احمد ويا فارس، جميع اعضاء الجمعيه العموميه يمكن بيتكلموا عنها الفتره اللي ماضية، يعني هل لو انا مش مسدد الاشتراك او انا يعني ما جددتش اشتراكي هل هقدر النهارده ان انا اشارك في الانتخابات؟ يمكن بقول لكل الاعضاء انه العضو العامل فقط يعني سواء طبعا يعني الزوج او الزوجه الاعضاء العاملين هم فقط بس لليوم الحق ان هم يصوتوا النهارده ان شاء الله، واللي سددوا يعني الاشتراك السنوي حتى يوم 30 يونيو 2021 ده سواء يعني في الجزيره او في فرع مدينه نصر. كمان بالنسبه
لفرع الشيخ زايد اللي استكمل عضويته واستكمل اشتراكه ومر سنه كامله على يعني اشتراكه، يقدر ان هو ان شاء الله يكون النهارده متواجد كمان. يعني كل الاعضاء اللي هيجوا النهارده يقدروا ان هم اول ما يدخلوا من البوابات يشوفوا اساميهم في الكشف ويشوفوا كمان رقم اللجنه عشان يتاكدوا ان هم هيكون ليهم حق التصويت وحق ان هم يشاركوا بصوتهم داخل الخيمه الانتخابيه. كمان يعني خلينا نتكلم عن نقطه مهمه وهي انتقال لاعضاء الجمعيه العموميه من فرع الشيخ زايد وفرع مدينه نصر. يمكن النادي الاهلي واداره النادي الاهلي مخصصه يعني يا احمد وفارس اتوبيسات يعني لنقل جميع الاعضاء من فرع الشيخ زايد وفرع مدينه نصر. يمكن كل نص ساعه ان شاء الله هيكون في اتوبيس جديد ينقل يعني جميع الاعضاء اللي هنا لمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاتوبيسات كلها اتحركت من الساعه 8 صباحا ان هم ينقلوا كل اعضاء النادي الاهلي. كمان اداره النادي الاهلي خصصت يعني جراجات او اماكن للسيارات ليهم بس يعني ثلاث اماكن، وهم يعني الجراج في مكرم عبيد مكرم عفوا والتحرير والجبليه او المحافظه. دي ثلاث اماكن اللي مخصصه لاعضاء النادي الاهلي ان هم يركنوا ويسيبوا يعني عربياتهم جوه. وكمان يعني اداره النادي خصصت ان يبقى في اتوبيسات تاخد الاعضاء كمان من الجراجات يعني من عمر مكرم ومن التحرير ومن الجبليه لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يدخلوا ويشاركوا بصوتهم. كمان يعني في خدمه مميزه مقدماها اداره النادي الاهلي بالتعاون طبعا مع شركه اوبر وكريم يعني للنقل، انه يعني مخليين انه يبقى في يعني كود مخصص فقط لاعضاء النادي الاهلي ان هم يجوا هنا النادي بخصم يعني 50%. يمكن الكود ده يعني هيلاقوه ان شاء الله يعني على الصفحات الرسميه للنادي الاهلي او صفحه الاهلي كوميونتي، هيلاقوا الكود ده هو يعني الاهلي 2021 بالكابيتال كيس بالطريقه يعني بالكابيتال في اللغه الانجليزيه اهلي 2021. وكمان يعني غير مسموح لاي حد من اعضاء النادي الاهلي ان هو يكون مصطحب معاه حد من الضيوف او من اصحابه يعني داخل النادي، طبعا يعني نظرا للكثافه اللي هتكون موجوده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره والعدد الكبير اللي هيكون موجود من اعضاء الجمعيه العموميه. كمان بالنسبه للتصويت وبالنسبه يعني استكمالا لكل ده يعني احمد وفارس، يعني بالنسبه للتصويت وبالنسبه ل يعني الاعضاء تشارك بصوتها داخل الخيمه الانتخابيه، كمان خليني اقول لهم انه اللي يدخل اللي يشارك جوه هيشارك فقط بانه يعني يختار رئيس واحد ونائب رئيس فقط واحد وامين صندوق وسبع اعضاء فوق السن واثنين تحت السن. ده طبعا بالنسبه للاعضاء اللي مش عارفين ان هم هيدخلوا يختاروا كام واحد، فده بالنسبه للقائمه او بالنسبه للمرشحين اللي ان شاء الله هيختاروهم النهارده. يمكن دي طبعا يا احمد وفارس كانت كل الارشادات وكل التعليمات الخاصه بالانتخابات النهارده. وكمان الاجواء يعني يمكن زي ما انتم شايفين ورايا بالفعل بدات عمليه التصويت داخل الخيمه الانتخابيه وتواجد اعضاء النادي الاهلي بكثافه وبعدد كبير يعني داخل مقر النادي عشان يخشوا ويشاركوا بصوتهم. طبعا بقول لكل اعضاء النادي الاهلي ان هم ينزلوا النهارده ويشاركوا في الانتخابات ويشاركوا في مستقبل ناديهم.